اللي بغى يموه الفريق الحنيفري. الكره دائما مراكشيه جول 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 جول. صح هو كتفتتح التسجيل بطريقه جميله وهدف جميل للاعب عبد الرزاق نور العين او عفوا للاعب رقم 4 اللي هو محمد بن غانم. اوي 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 هدف ولكن بعشوائيه بينما شباري او جمي اوي 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 جول 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 جول. ربعه ديال الدقائق هستيريه واكتساح لفريق الصحوه المراكشي للفريق الخنيفري بعد مرور حوالي 4 ديال الدقائق تقريبا. النتيجه 2-0 لابناء البهجه او لفارس النخيل. مشات تتركها كيتركها المستقيمي مستقيمي اوووول. الهدف الاول لفريق امل بوفلوس الخنيفري عن طريق اللاعب المستقيمي اللي بعد ضربه خطا قويه ومباشره كتستقر في مرمى الحارس بن عريش وكتغير النتيجه وتصبح 2-1 دائما للصحوه. هذا حرفان جول 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 جول. الثالث للصحوه بعد تسجيل محمد الناصري في مرماه. اذا تتغير النتيجه وكتصبح 3-1 للصحوه بعد سوء تفاهم بين الحارس واللاعب محمد واللاعب صياني محمد ام فارس النخيل او البهجاوي بالخضره. كيقدم وكتسجل جول 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 جول. الخنيفريين الخنيفريين كيسجلوا الهدف الثاني عن طريق اللاعب محمد الناصري بعد مرور حوالي 9-10 ديال الدقائق تقريبا. 3-2 في شوط جميل شوط جميل 10 دقائق. الكلمه الاخيره مستقيمي كيستعد خاشعاد جول. مستقيمي كيودع في الزاويه 90 من مرمى الحارس بن عريش وكيعدل الكفه وكترجع 3-3 بين الفريقين. شوط جميل اللي واجه مع بن خضره. لما الكلمه الاخيره مستقيمي كترصاصه في القائم 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 الايمن كينوب على مرمى الحارس بن خضره وكتبقى النتيجه 3-3 وبن خضره طويله لعند لوجين بالراس ولكن بعيده وكتعطي ضربه مرمى الخنيفريين. لمن الكلمه الاخيره؟ ايوب امين امين ايوب ايوب امين امين ايوب امين. جرينطا بالجرينطا وبالروح الخنيفريه كيقطعوا الكره وكيخرجوها للشرق. صراحه تدخل جميل الحارس امل بوفلوس الخنيفري اللي قد مرمى من هدف محقق بعد وجه لوجه من امين. ركنيه ركنيه كترتطم الدفاع جميل عاد بن خضرك اووول. علي علي كيوقع الهدف جمال علي كيوقع الهدف الرابع لفريق الصحوه المراكشي بعد تلقيه تمريره وتسديده في نفس الوقت من بن خضره. شرط شرط ياسين ياس او بن يا 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 اوووول. كومبين جميل الصحوه المراكشي كيختتموا اللاعب بن غالب بطريقه جميله وسهله وسلسه بعد تمريره فوق طبق من ذهب من اللاعب عبد الرزاق اللي كيحط الكره فوق طبق من ذهب كما قلت سابقا. اللاعب بن غانم اللي ما كيوجدش ادنى صعوبه في اركان الكره داخل مرمى الحارس الخنيفري ايوب وكتغير النتيجه وتصبح 5-3 للصحوه. محمد كيستعد محمد وجها لوجه مع بن خضره. لمن الغلبه؟ محمد والهدف الرابع جول. الخنيفريين يسجلوا الهدف الرابع 5-4 في مقابله جميله ومثيره مرور حوالي 10 ديال الدقائق تقريبا. النتيجه كتصبح 4-5 في شوط جميل شوط مجنون مثير سموه كما شئتم. بلا شك غادي يهيئ نينيش نينيش كيستعد للقذف نيني اوووول. جول 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 جول. الصحوه كومبين جميل بالدهاء وبالذكاء ديال العميد وقيدهم الفريق ياسين نينيش اللي وهم الحائط انه غادي يقذف ولكن كيمرر تمريره سحريه لبن غانم وبن غانم كيحضرها للوجين ولوجين كيودعها داخل الشباك وكيغير النتيجه وتصبح 6-4. يلعب اتجاه مستقيم مستقيم عند احباري احباري كيمرر جميل اوووول. اوي 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 هدف جميل كومبين جميل تبادلوا اللاعبين ديال امل بوفلوس كره بطريقه سلسه
ثلاث ضربات والرابعة في الشباك من طرف العميد محمد صلاح الدين العميري بعد تلقي تمريرة من أحباري، والعميري ما كيوجدش عنا في وضع كرة داخل شباك مرمى الحارس. نذكروا أن المنتخب الأرجنتيني في ضيافة المنتخب الوطني، وذلك يوم غد بالمعمورة. إذن ما علينا إلا نتمنى التوفيق للإطار الوطني هشام بكيك ومساعده هشام هابيل لاعب دينامو، إضافة إلى المدرب الحراس ربيع الزعلي حارس قصر كبير، ونتمنى لهم التوفيق في وديتهم في الطانغو يوم 8، وحظ موفق اللاعبين الذين سيمثلوا المنتخب كما قلت سابقا، بداية بمايسترو سفيان المسرار وصولا إلى سعد كنية، يوسف مزراعي وفاتي وسعود، إضافة إلى رضا الخياري محمد جواد، وإضافة إلى بلال البقالي، ونهاية بأنس العيان وعبد الإله الدكاكي الوافد الجديد للمنتخب من لاعب فريق شباب قريبكا. إذا ما علينا، وحمزة بويزار واللائحة طويلة، إذا ما علينا إلا دعم هذا المنتخب وهذا المنتخب الشاب بقيادة مدرب محنك ورئيس لا يكل ولا يميل من أجل توفير كل كبيرة وصغيرة لجميع فئات المنتخب. إنه رئيس المنتخب رئيس الجامعة فوزي القجع، الرجل الذي رأت كرة القدم الوطنية في المغرب معه النور. إذا نتمنوا صادقين التوفيق للمنتخب الوطني وكرتنا في المغرب. خطيرة وفي اللحظات الحكام كيعلن على نهاية المقابلة. مجنونة، لقاء جميل، لقاء مثير لفريق لبين الفريقين. إذا ما بقى لي سيداتي سادتي إلا أن أودعكم في أمل لقاء بكم في مقابلة أخرى إن شاء الله. إذا شكرا لكم وإلى اللقاء.